مرحبا، معكم كارمي شماس. كيف بده يكون اليوم الخميس 15 نيسان أبريل؟ اليوم القمر مرافقنا من برج الجوزاء ابتداء من الساعة 9:30 صباحا توقيت بيروت الصيفي، يعني ابتداء من الساعة 5:30 المساء توقيت سيدني. القمر ببرج الجوزاء بيفعل الطاقات عند مواليد الأبراج الهوائية، الجوزاء، الميزان، أيضا الدلو، وكذلك مواليد برج الحمل ومواليد برج الأسد. كيف بده يكون نهارنا؟ البداية مع برج الحمل. مواليد برج الحمل الجو اليوم بعتبره كتير حلو، نشيط أكثر من اليومين اللي مرقوا، يعني اليوم الخميس أفضل أنا بلاقيه نسبيا من يوم الثلاثة والأربعة. القوة اللي عندكم إياها في الكلام، في الحوار، في الإقناع، حتى القوة الجسدية، الطاقة الجسدية عندكم إياها فعالة جدا. اليوم مواليد برج الحمل من أقوى الأبراج، لازم تعرفوا أنه كوكب الزهرة بطل معكم، ودعكم مبارح الأربعة وهلأ صار ببرج آخر، لذلك من هلأ وطالع ما كنت تتكلوا على حالكم. بالنسبة لبرج الثور، الجو اليوم في حالة تقدم ولازم تمشوا مع هالموجة، هذه موجة حلوة رح بتوصلكم إلى شط الأمان الأسبوع المقبل، من هلأ لوقتها تقريبا لا يوجد سلبيات خلال هذا الأسبوع، لذلك لازم تمشوا بطريقة مدروسة وبتوصلوا من دون أي مشكل، ما تمشكلوها، ما تعملوا مشاكل، اشتغلوا مثل ما أنتوا بدكن على ذوقكن، لكن من دون أي مشكل، خاصة مواليد نيسان أبريل، اشتغلوا على مهكن، توصلوا، ما تعتلوا هم، انتبهوا من بعض الحسابات المالية وغيرها، لأنه معقول يكون في خطأ أو معقول يكون حدا عم يستغل طيبة قلبكن. مواليد برج الجوزاء، واخيرا مع وجود القمر ببرجكم اليوم، مواليد برج الجوزاء كثير اقوياء، كثير اقوياء ومهمين جدا. كوكب المريخ بعده ببرجكم وبعده عم بيعطيكم قوه، قوه في الكلام، قوه في الحكي، قوه في التصرف، قوه في حتى القوه الجسديه عندكم اياها. اليوم مواليد برج الجوزاء ايه مستقويين، ايه قبضيات، ايه مهمين وقادرين على كل شيء، ما في شيء اليوم بيزعجكم، بالعكس تماما، الناس يمكن تنزعج منكم لانكم مستعجلين، لانكم راكدين، لانكم مهتمين. فاليوم مواليد برج الجوزاء من الابراج الاقوى والاكثر حظا، لكن اذا كنتوا من مواليد 16 17 او حتى 18 حزيران يونيو، كونوا حذرين لانه كوكب المريخ قد يجلب لكم المشاكل. كمل مع برج السرطان. اليوم مواليد برج السرطان وتحت تأثير القمر من برج الجوزاء يمكن تعانوا من هدوء، من تراجع، من تأخير، من بلبلة، من فوضى، يمكن حتى من تراجع صحي، فكونوا شوي حذرين. مواليد برج السرطان الأجواء اليوم غير مشجعة للحكي، للكلام، للأبحاث، للمواعيد المهمة، كونوا جدا حذرين مواليد برج السرطان، بعدوا عن المشاكل، لا سيما مواليد 20 و21 تموز يوليو، لأنه كوكب بلوتو عم بيشكل معاكسة معكم، فكونوا حذرين. بقية المواليد ماشي حال، لكن بس هالمواليد اللي ذكرتها لازم تكون شوي حذرة أكثر من غيرها. وإذا بعد ما سمعتوا أنتوا مواليد برج السرطان وأبراج الأسبوعية لازم تسمعوها، لأنه عندكم الخميس، عندكم الجمعة، وعندكم تقريبا كل السبت. ننتقل لبرج الأسد. اليوم مواليد برج الأسد الأجواء اليوم عندكم كتير حلوة، كتير جيدة، كتير نشيطة، كتير قوية، كتير فعالة، وبتعطي لألكم دعم وتقدم ونجاح، وحتى أعمالكم بتكون مباركة وفيها الكثير من الفعالية. يلي عنده شغل، يلي ما عنده شغل، يلي قاعد ببيته، اللي قاعد مع أهله، اللي عم بيهتم بحدا، اليوم مواليد برج الأسد من الأقوياء وأكثر الأبراج اللي عندهم جاذبية وكاريزما كتير حلوة. كلكم محظوظين اليوم بشكل خاص 18-19-20 آب أغسطس. ننتقل لبرج العذراء. اليوم مواليد برج العذراء الأمور عندهم شوي منا هادي، شوي متقلبة، ما فيها الكثير من الحركة، هنالك بعض الاهتمامات الضرورية يلي لازم انتو تشتغلوا عليها، يلي انتو لازم تروحوا فيها للآخر، سواء عندكم بروجي عم بتقدموه، عم بتروحوا فيه، ان كان للجامعة، ان كان لشغل جديد، او بقلب شغلكم اهتموا فيه، لانه اليوم يمكن تحسوا بشوية صعوبة، شوية صعوبة، ما تمشكلوا، اطلبوا مساعدة، هذا رأيي، اطلبوا مساعدة، سواء كانت قصة عائلية او غير عائلية، اطلبوا مساعدة، بعدوا عن الخطأ بقدر المستطاع. ننتقل لبرج الميزان. اليوم مواليد برج الميزان مهضومين كتير، جوهم كتير حلو، جوهم ناجح، جوهم بيعطيهم، جوهم بيساعدهم، وجوهم ما رح يحاربهم، بالعكس الجو معكم كتير مهضوم
وإيجابي وفعال، وحتى بيعطي مواليد برج الميزان طلة مختلفة. وجود القمر في برج الجوزاء هو بالنسبة لكم البيت التاسع، يعني بيفتح قدامكم أكثر من فرصة حلوة، هالفرصة مهضومة وفعالة، وحتى كل واحد حسب شو عنده، فيها تكون فرصة هالقد صغيرة، فيها تكون شوي كبيرة، فيها تكون كتير كبيرة. من الأيام الحلوة ضمن هيدا الأسبوع، اليوم هو من الأيام الحلوين، بعد في الجمعة أيضا، لذلك استفيدوا من هذا اليوم الممتاز. كلكم بصراحة اليوم محظوظين، بشكل خاص مواليد سبتمبر، وأضيف عليهم 5 6 7 18 19 20 أكتوبر. بنتقل لبرج العقرب يلي تضايق شوي، يمكن في ثلاثة والأربعة زاحت شوي هالمعاكسات من القمر. هلا أورانيوس بعده معاكسكم، ماشي الحال، تمرق. فاليوم مواليد برج العقرب حاولوا إنه ترجعوا توصلوا للي مطرح ما انتم بدكم تروحوا، ترجعوا تحسنوا اموركم، ترجعوا تمشوا بالطريق اللي انتم بدكم اياها، تروحوا صوب الهدف اللي انتم بدكم اياه. ايه كان في معاكسات، كان في انزعاج، كان في امور منا بالنسبه لكم كثير على ذوقكم، تخربطت من قبل شخص، من قبل طرف معين، يمكن شخص مجهول او حدث مجهول، يمكن ضاعت الاوراق، ما بقى حدا يعرف شو صار، يعني جميع الأحوال اليوم أفضل، لكن ضلكم حذرين. 1 و2 و3 نوفمبر تشرين الثاني. بالنسبة لبرج القوس اليوم مواليد برج القوس، قلت لكم أنه طاقة اللي عندكم إياها اليوم عم تغلي غلي، يعني فيها حركة، فيها أشياء مهمة، فيها الكثير من الأحداث، فيها كثير من الأمور يلي أنتم حابين تشتغلوا عليها وبيمشي حالة. فاليوم مواليد برج القوس من الأبراج القوية جداً، القمر الموجود ببرج الجوزاء هو يلي عم بيعطيكم شوية أو كتير من الحماسة والشجاعة والجرأة ويمكن شوية تسرع، فكونوا حذرين مواليد برج القوس. مواليد برج القوس اليوم، ما بعرف إذا بالبداية قلت القوس أو جوزاء نسيت، بس عم بحكي طبعا عن مواليد برج القوس. فمواليد برج القوس اليوم عندكم همة، عندكم إرادة قوية، عندكم رغبة في الربح وفي الانتصار وفي إصابة الهدف، فيدل معتر خصمكم أو منافسكم اليوم، على الأرجح أنتم بتربحوا إذا عرفتوا تصرفتوا. الأكثر حظا فيها تكون اليوم مواليد 16 ل 18 أو 19 ديسمبر. كمل مع برج الجدي، اليوم مواليد برج الجدي جو لا بأس به، لكن نهاركم جوكم تعملوا حساب انه نهاركم بيمتد طويل طويل طويل، ويمتد ساعات ساعات ساعات، ويمتد اوقات واوقات واوقات، لبينما يخلص الشغل، لبينما تخلص المسؤوليات، لبينما تخلصوا اعمالكم وترجعوا بتكملوا نفس الشيء يوم الجمعة ويوم السبت. شغل شغل من الخميس للتنين، يلي ما سمع بعد أبراج برجو لهذا الأسبوع لازم يسمعوا، فكونوا حذرين خاصة 17-18 كانون الثاني يناير. ننتقل لبرج الدلو، اليوم مواليد برج الدلو مثل ما وعدتكم امبارح، اليوم هو من أجمل الأيام، من الأيام الحلوة 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 في هذا الأسبوع الحلو الحلو. فمواليد برج الدلو إذا ما ربحتوا اليوم في الجمعة، إذا مش الخميس الجمعة، إذا مش الجمعة السبت، ثلاث أيام ولا أروع من هيك، ثلاث أيام ولا أروع من هيك. فبالتالي مواليد برج الدلو أنتم اليوم من أقوى الأقوياء، أنجح الناس عاطفيا، علاقاتكم، تصرفاتكم، مبادراتكم، حتى الأشياء الصغيرة، الخطوات الصغيرة اللي بتاخدوها بتكون فعالة جدا. كلكم محظوظين، بشكل خاص مواليد كانون الثاني يناير 14 ل 16 شباط فبراير. ننتقل لبرج الحوت، اليوم مواليد برج الحوت بيطلع بالهم انه يرتاحوا شوي، طالع بالهم يرتاحوا شوي، كثرة الضغوط عليهم طالع بالهم يرتاحوا شوي، وبحق لهم. الجو ليس سلبيا، الجو معكم، تمشي الامور بطريقه جيده وقادرين انكم تمشوا شغلكم وعملكم وبيمشي الحال، لكن الحساسيه المفرطه عندكم اياها اليوم معقوله تزعجكم شوي، تبكيكم نتفه او تخليكم تفكروا بقصه معينه، إذا قسيتوا قلكم شوي معقولة تمرق بسلام. جميع الأحوال ما مطلوب من حدا يكون قاسي، بالعكس هو مشانكم لحتى ما تتأثروا بسهولة، فطولوا بالكم اليوم
خاصة 11 ل 13 أدار مارس. بختم مع مولود اليوم، بانتظار مولود اليوم سنة براقة، سنة نشيطة، سنة حلوة، سنة لامعة، سنة فعالة، سنة بتقدم الكثير من التغييرات الحلوة الصغيرة والكبيرة بشغلكم وبدرسكم وبحياتكم الاجتماعية والعاطفية. نيسان أبريل، أيار مايو، أب أغسطس، ديسمبر من أفضل الأشهر. بتمنى لكم يوم سعيد. إلى اللقاء. باي باي.